الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبتي في الله، الابتلاءات كثيرة في الحياة، والابتلاء هو ميراث النبوة، فمن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة. الإنسان لا يظن أن الدنيا دار تكريم، لا، الدنيا دار ابتلاء، يعني مش دار مصائب، لا، دار اختبار. فالإنسان يختبر في الدنيا. ولا نبلونكم، نبلونكم يعني نختبرنكم، احنا نختبركم حتى يعلم الله الصابرين ويبلو اخباركم. الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب بالابتلاء. فاريد ان اقول حكمة لنفسي وللجميع، ان الجزع على المصيبة مصيبة اخرى. فالانسان من الواجب لا يجمع على نفسه مصيبتين، مصيبة الابتلاء نفسه والاختبار والمصيبة سواء صغرت ام كبرت، ومصيبة الجزع. اكسب من المصيبة ان تصبر وان تحتسب وان تصطبر وان تعلم ان الله عندما احبك ابتلاك. فان اكثر الناس ابتلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل، فالمرء يختبر ويبتلى على قدر دينه، فان كان في دينه قوة كان الابتلاء شديدا، وان كان في دينه رقة كان الابتلاء ضعيفا. لان في قضية في الابتلاء اسمها الاستدراج. في ناس مقيمة على الانحراف والفوضى وأكل الحرام وظلم الناس، والله رب العباد يوسع عليهم ويرزقهم ويعطيهم، فيظن العبد أن الله راض عنه، يقول لولا أنه راض عني لما أعطاني. هذه فتنة الاستدراج، وهذه مصيبة أخرى، أن الإنسان لا يدرك، كالمريض الذي لا يعرف مرضه والمريض الذي يقول أنا لست مريضا. هذه مصيبة الاستدراج مصيبة أخرى. فالجزع على المصيبة مصيبة. فاتق الله عبد الله، وإذا جاءتك المصيبة فتصبر واصبر وتوكل على الله واحتسب أمرك لله، واعلم أن المبتلي إنما هو الله سبحانه وتعالى، واختارك واصطفاك لكي يبتليك حتى يصطفيك ويجتبيك وتقترب منه. لأن الله يحب من عبده المؤمن أن يسمع صوته، وأنت لا تسمع صوتك لله إلا عند الضرورة وعند المصيبة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ادعوه في الرخاء وفي الشدة، في الهناء وفي البلاء. والله سبحانه وتعالى نسأله أن يفرج الكرب عن المكروبين، وأن لا يبتلينا في ديننا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.